هاي حلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بالف خير. فيديو النهارده ميك اب لوك. اكشلي مش عارفه هنعمل ايه يعني، بس اكيد الموضوع مستوحي من الالوان اللي انا لابساها، بس مش عارفه لغايه دلوقتي صراحه هعمل ميك اب لوك عامل ازاي. بس يلا خلينا نعمل ميك اب لوك. بس اساس الفيديو ده ان احنا بنجرب منتج جديد، واكشلي هيبقى ده نظام الفيديوز بتاعتنا بعد كده او الفترة دي، مش عارفة جاي على بالي الفترة دي اعمل كده، ان انا كل مرة اجرب معاكم منتج واحد او منتجين جداد نريفيو عنهم او نتكلم عنهم في الفيديو، وكمان نعمل ميك اب لوك بيهم. فالنهاردة هنجرب منتجين، وهو الفاونديشن بتاع ميبيلين فيت مي مات اند بورلس. انا ما اتكلمتش عنه قبل كده في القناة ومجربتوش لسه، برضو جديد عندي. وكمان البرايمر بتاع ميك اب فور ايفر، انا عندي ترافل سايز، فخلينا نجربه مع بعض واقول لكم الريفيو بتاعه عنه اللي هو ستيب 1. وهم دول المنتجين الجداد، الباقي تقريبا استخدمتهم كتير معاكم قبل كده. وبس كده يا حلوين، مش عايزه اطول عليكم في الانترو بتاع الفيديو. ما تنسوش قبل ما نبتدي الفيديو تعملوا لايك وتشتركوا في القناه والقناه الثانيه بتاعت البلوجز، وكمان تعملوا لي فولو على انستجرام، الاكونت اللي هتلاقوا صورته وظاهره دلوقتي على الشاشه. ويلا بينا على طول نبتدي. اول حاجه هستخدم الليب بالم ده من براند هاند ميد اسمها كيارا، ودي هستخدمه لاول مره برده، واحطه على شفايفي. تركيبته مش تقيله يعني، خفيف، لان انا بكره الليب بالمز تقيله اللي تحس ان انتوا بتحطوا سمنه على شفايفكم. لا ده شويه شبه الزيت كده، خفيف قوي. بعد كده هستخدم السبراي ده من عند ايسنس اللي اسمه كيب ات بيرفكت. طبعا الجمله اللي بنقولها كل مره ما بنستخدمه ان هو مؤذي نفسيا وبدنيا، بصوا الطرحه يعني مؤذي. تخيلوا ده تحطوه في اخر الميك اب لوك يبوظ لكم الميك اب اصلا يعني. وده بعد ما الحمد لله السبراي نشف، يعني اكتر سبراي بياخد وقت على ما ينشف على البشره. هستخدم البرايمر بتاع ميك اب فور ايفر ستيب 1، هو مكتوب عليه بيذ سموذنج برايمر، يعني بينعم البشره. فخلينا كده نجرب. وحجمه صغنون قوي، دول كنت جايباهم مع بعض كده، هو وباودر وايه تاني كان، باودر وبرايمر، صدقوا مش فاكره كان مع ايه تاني، مش مهم. المهم احطه كده على مكان المسام عشان نشوفه بيأثر على شكل المسام ولا لا. احطه بس على الجزء الاولاني من بشرتنا، وبعد كده نشوف الجزء التاني عشان نشوف ان كان بيأثر ولا لا. بيتهيألي انتوا شايفين اللي انا شايفاه، يعني بيتهيألي انتوا شايفينه قد ايه في فرق بين الجزء ده والجزء ده، صح؟ انا شايفاه قوي قوي. طيب هو عموما بيخلي يا جماعه البشره مات، وبيطفي كده لمعتها، يعني شايفين دي لمعت وشي الناحيه دي، شايفين الناحيه دي مات، اوكي. وفعلا بينعم البشره. خلينا كده نقرب نشوف المسام، خلينا نزود طيب شويه كمان كده ونجرب هيبقى عامل ازاي. لا يا جماعه بيأثر على المسام بشكل قوي جدا، مش محتاجين نقرب او نعمل زوم كده، هو اصلا باين الفرق بشكل مش طبيعي، وفعلا اثر على شكل المسام جدا. يعني هنا عمل لها بلور وشكلها ما بقاش باين، لكن هنا باين المسام بتاعت بشرتي جدا. اوكي يا حلوين، البرايمر انا برشحه للبنات اللي عندها مسام واسعه جدا، البنات اللي مش بتحس ان بشرتها ناعمه تحت الفاونديشن، وكمان البنات اللي بشرتها مليانه دهون، الموضوع اويلي قوي زياده عن اللزوم. هو زي ما انتم شفتوا وانا بحطه هو بيأويل كنترول خالص، يعني ثواني بيحول البشره لمات. وطبعا كل الميك اب ارتست بيستخدموه للعرايس بتاعتهم، فلو انت عايزه برايمر يكون كده هو التوب، فاكيد البرايمر بتاع ميك اب فور ايفر ستيب 1 ده فظيع. يعني ادي كنتوا شفتوا الفرق بين المكان اللي انا حطيت فيه والمكان اللي انا ما حطيتش فيه. نيجي بعد كده للفاونديشن، زي ما قلت لكم هستخدم الفاونديشن بتاع ميبيلين فيت مي اللي هو مكتوب عليه مات اند بورلس نورمال تو اويلي، من البشره العاديه لغايه البشره الدهنيه. الدرجه بتاعتي 128 وارم نود، وهو درجتي بالظبط. اكيد اكيد الفاونديشن انا مش اول مره استخدمه، مش هطلع كده فاهمين افتي فيه وخلاص، عشان انا حاطه برايمر دلوقتي عامل اويل كنترول لبشرتي او مخلي الدهون قليله في بشرتي، فممكن يبان معاكم ان الفينش بتاعه مات. هو يا جماعه اول ما بتحطوه الفينش بتاعه بيكون مات، بس مجرد ما تخرجوا في الشمس شويه صغيرين جدا، يعني احنا كنا في الشتاء ما نزلت بيه، كنا شتاء والمفروض ان الشمس اللي هو مش بشعه، يا دوبك الاضاءه بتاعتها بس مش اكتر، كنت نزلت اشتريت حاجات والكلام ده كله وراكبه في العربيه،
وبشرتي زيتت وكان المكان ده والانف والدقن عارفين زيوت مش طبيعيه مش طبيعيه. فهو حته ان هو من نورمال تو اويلي، لا اويلي لا، هيبقى صعب معاكوا جدا جدا جدا، وفي عز الصيف هتكرهي نفسك فعليا، هتكرهي نفسك من كتر الزيوت اللي هو مطلعها على بشرتك. ولو هتستخدميه استخدميه اللي هو ايه، لازم يبقى معاك برايمر كده زي ميك اب فور ايفر، حاجه كده جامده جدا. لكن لو مثلا زي ده حطيته مع برايمر بتاع بيبي سكين، الموضوع يبقى صعب قوي. بس هو كشكله على البشره حلو قوي، شكله ناتشرال، ما بيبانش ان انت حاطه طبقه تقيله على بشرتك. فاونديشن ممتاز للاستخدام اليومي، مهما بنيتيه مش هيديكي تغطيه عاليه. يعني لو انت متخيله ان انت مثلا اما تبنيه هيديكي تغطيه عاليه، اطلاقا هيفضل التغطيه بتاعته متوسطه. يعني اول طبقه زي ما انا حاطه كده بتدي تغطيه خفيفه، لكن اما بتحطي طبقه تانية بيديكي متوسطه، لكن ما تستنيش منه ان هو يديكي تغطيه عاليه. وزعته بالبروش وبعد كده وزعته بالبيوتي بلندر. توزعيه بالبروش لما تبقي عايزه تاخدي تغطيه كويسه كويسه مش عاليه كويسه من اول مره، لكن لو انت عايزه تاخدي من اول مره تغطيه خفيفه على طول اللي هو حاجة كده daily use natural جدا، استخدمي بيوتي بلندر مبلولة هتوزعهولك بشكل ناعم قوي. بس اتقول هو مش هيديكي غير تغطية متوسطة، يدوبك توحيد لون البشرة او اتقل منها حاجة بسيطة. فاونديشن يا بنات في منه شكلين، الشكل ده هو اللي موجود على مايبلين ايجيبت الصفحة بتاعتهم او الويب سايت بتاعهم، لان اما نزلت ستوري عنه بنات قالوا لي لا اصل اللي معاكي ده مش اوريجينال، ده الاديشن الجديد او الشكل الجديد اللي مكتوب عليه ويز كلاي، ده الشكل الجديد بتاعه. التانيين الشكل بتاعه الرقم بتاعه كبير شوية تحت، في ده وفي ده، ده الاديشن الجديد. يلا خلينا نخش في اللي بعد كده. هستخدم الكنسيلر بتاع تو فيز، الدرجة بتاعته اسمها شورت بريت عشان نسيت اقول لكم عليها الفيديو اللي فات، وهوزعه تحت عينيا او انور بيه تحت عينيا وفي منتصف الجبهة. حط منه بس حاجة بسيطة لان هو بيفرد جامد جدا. اوكي حلوين، ده شكل الفاونديشن على بشرتي، ممتاز للاستخدام اليومي. ما تحسيش ان انت حاطه طبقه خالص خالص على بشرتك، خفيفه على البشره بيتوزع بسهوله جدا، ممتاز ممتاز للاستخدام اليومي. وسعره كمان مش غالي، اعتقد ب100 وي على حسب المكان اللي انت جايباه منه. انا هحط لكم على الشاشه السعر بتاعه، وهحط لكم اللينك اللي انا جبته منه وهو جبته من على موقع نون، فهحط لكم اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن بوكس. بعد كده هثبت كل وشي بالباودر دي من عند الف، درجتها لايت بيج، وحاولت ادور لكم على سيلر بيبيعها او ويب سايت بيبيعها ما لقيتش. فلو لقيت على ما انزل لكم الفيديو ده هحط لكم المنتج وتحتيه المكان اللي تقدروا تجيبوا منه المنتج. الباودر دي حلوة جدا لوحدها او مع فاونديشن، يعني ممكن تستخدميها از باودر فاونديشن، حلوة جدا جدا وبتدي لون، مش اللي هي ما بتديش لون. انا بما اني حاطة فاونديشن فمش محتاجة ان انا احطه بسبونج، لان بسبونج هيديني لون وهيدي تغطية زيادة، فهحطه بس كده ببروش بشكل خفيف على الاماكن اللي بتزيت عندي في بشرتي. نيجي بعد كده للبرونزر، هستخدم الكات دي من عند ويت ان وايلد اللي هي اسمها كونتورينج باليت كونتور، الدرجه دي اسمها كراميل توفي، وهاخد الدرجه الغامقه دي. اكشلي مش عايزين نعمل كونتور قد ما يبقى برونزر، لان اللون بتاعها اكشلي برونزر مش كونتور، لان هو على اورنج. وهحط كده على كل الانف، ودي بقت اشهر طريقه كونتور في العالم كله، انك تحطي على الانف كلها وبعد كده تحددي ببودر صفرة فيعمل لك كونتور سريع، يعني لو انت مستعجله. يعني هاخد بعد كده الباودر الصفرة برضو اللي معاها، واروح عامله كده وانضف جنب الانف عشان يعمل لي كونتور سريع. هو اللون طبعا مش مناسب لكونتور خالص لانه على اورنج، بس anyway انا مش بيفرق لي الموضوع ده. نيجي بعد كده رسم الحواجب، هستخدم الباودر دي من عند شي جلام بتاعت رسم الحواجب، فيها درجه غامقه ودرجه فاتحه، انا برسم بالدرجه دي لان دي فاتحه جدا، والدرجه دي كريمي المفروض معموله على اساسها كنسيلر بس ما لهاش اي 30 لازمه. وعموما الباليت دي مش فيفوريت قوي بالنسبه لي، اللي بحبها اكتر بتاعت ويت ان وايلد جبارة. بحط شويه سبراي او ميه اي حاجه
اوكي في المكان ده عشان ابل الفرشه وارسم بيها، لان من غير ما ابل الفرشه الموضوع هيكون سخيف وهيقعد يوقع كده باودر ومش هيبقى لطيف يعني. وبعد ما رسمت حواجبي خليني النهارده استخدم معاكم الباليت بتاعت مايت سينما مره كمان. استخدمتها معاكم الفيديو اللي فات اللي عملنا فيه الميك اب لوك الازرق، اسيب لكم لينك الفيديو فوق هنا وكمان اسيب لكم تحت في الديسكربشن بوكس. بنات كتير قوي طلبوا مني ان انا ارجع اعمل لهم ميك اب لوك تاني بيها، فيلا خلينا نعمل ميك اب لوك تاني بيها. واكشن ممكن نستخدم الالوان اللي فوق دي اللي على اصفر، فيلا خلينا نشوف الجزء اللي على اصفر ده نفس الجو او البيجمنت بتاع الجزء اللي على ازرق ولا لا. فيلا بينا. اول حاجه هاخد اللون ده از لون انتقالي، هو لونه كده زيتوني فاتح قوي، وطبعا هنفض الفرشه لان الباليت بتفول اوت كتير، وهحط اللون هنا كده. اوكي البيجمنت بتاع اللون حلو قوي. اللون الاخضر بتاعه جميل قوي، وبقالي كتير بعملتش الاخضرات او الالوانات المجنونه اللي انا اليومين دول حابه ان انا اعملها. ناخد فرشه اصغر عشان نحط لون اخضر اغمق منه. هاخد اللون اللي هو اخضر اخضر ده بقى اللي هو على زيتي، او مش زيتي، هو يعني اللون الاغمق من ده الدرجه الغامقه عندي، بس مش زيتي، هو اخضر اللي هو لون الزرع ده. وهاخده برضو ببلاندنج برش بس صغنونه يعني، وهحطه تحت اللون اللي انا حطيته الاول. زرعه ماشيه على الارض، زرعه كده. وبرضو اللون الاخضر وهحطه هنا في اول العين برضو، وهحطه في اخر العين. جاي على بالي ادخل مع الاخضر ده موف، فخليني مثلا اخد درجة الفوشيا دي واحطها هنا في اول العين. كانت محتاجة موف. بسم الله. ماما انا هنا، خلينا نشوف الموبايل فين. اخيرا النور جه بعد ما قطع. زي ما قلت لكم هاخد اللون اللي على موف كده بس شويه على فوشيا، وهحطه في اول العين واخرها. اوكي هنا كده، وهطلعه فوق شويه. اللون ده محتاج يتحط عليه ازرق عشان يبقى موف اغمق. بعد كده هاخد عليه سنة ازرق صغيرة واحطها عليه عشان يقلبه موف، لون الطرحة اللي انا لابساها كده. هرجع اخد بلاندنج برش صغيرة وادمج الاطراف. بعد كده هاخد الكنسيلر بتاع NYX اللي هو بستخدمه as a primer eyeshadow، وهاخد فرشه كده محدده وهعمل cut crease. وهاخد برضو نفس البرش وهعمل زي خط كده برضو اللي هو زي كات كريز. وهمشيه مع الخط بتاع الكات كريز اللي انا عملته.
هرسم خط هنا as eyeliner. فهمتوا الفكرة؟ يعني مش عارفة ايه الفن اللي انا بعمله في ده يعني، بس الخطوط دي كده اللي هو يبقوا الخطوط يعني عارفين اللون اللي انا عايزة احطه يبقى في النص على الكنسيلر مكان الخطوط دي. يا رب تكونوا فهمتوا يعني. المهم خليكم معايا للاخر يعني، ما نشوف اخرته ايه اللي انا بعمله ده. اوكي انا مش عارفة ايه اللي انا عملته، بس يعني خلينا للاخر. هاخد بعد كده اللون الاصفر ده اوكي، وهمشي بقى على كل المكان اللي انا حطيت فيه الكنسيلر او عملت له كات كريز. وبس كده يا حلوين، المفروض ان دي تكون النتيجة النهائية. اللي انا مش فاهمه ايه اللي انا عملته ده، بس المفروض دي تكون النتيجه النهائيه اللي هو الخطين الصفر دول معديين فوق بعض واللون الموفي ده داخل كده في النص. انا مش عارفه ايه اللي استوحيته بالموضوع ده، بس مش عارفه حسيت ان انا عايزه اعمل كده، فهروح اعمل العين التانية اوف كاميرا وارجع لكم تاني. وده يا حلوين بعد ما خلصت خلاص الفن التكعيبي اللي انا بعمله اللي مش فاهمه يعني رايح بيه على فين، هرجع اخد تاني اللون الاصفر ببلاندنج بروش واخد منها حاجه بسيطه قوي واحطه تحت الحاجب هنا وشويه كمان واحط تحت الحاجب عشان يتدرب مع الاخضر اللي فوق. بعد كده هاخد الباودر بتاعه سيبال اللي قلت لكم دي هتبقى صاحبتي الفتره الجايه، وانا خلاص سميتها الباودر الفلتر من كتر ما هي يعني بتفلتر كل حاجه. هاخد كده الباودر وامشيها تحت العين عشان تنضف لي وتخلي الموضوع انعم كده، وتشيل لي اي زيادات وقع تحت عينيا، وكمان تحت عيني يبان شكله انعم. يعني بصوا الفرق حلو قوي. ولو انتوا مشفتوش الفيديو اللي انا كنت بجرب فيه منتجات سيبال هحط لكم اللينك تحت في الديسكريبشن بوكس، وهتلاقوه ظاهر فوق راسي دلوقتي عشان تروحوا تتفرجوا عليه. وبعد كده هاخد نفس اللون الاخضر الغامق اللي انا حطيته في الاول وهحطه تحت خط الرمش. لا حاسه الفرشه عايزه تتبل عشان اللون الاخضر يبقى اغمق من كده. اوكي وهحطه هنا ايوه كده، امشيه عند خط الرمش بالظبط. اوكي حلوين هريح عيني شويه لان انا تعبت من كتر ما انا عماله اشتغل في عينيا ومركزه اوفر. هاخد بعد كده بلاش، هستخدم الباليت بتاعه ايرا كوزماتكس اللي هي بتاعه البلاشرز، ودي الدرجات اللي موجوده فيها. اكشلي مش عارفه احط ايه، محتاره قوي، بس خلينا في الالوان اللي هي الترابيه شكلها بتطلع اوفر. استنى لا الحمد لله اني حطيتها على ايدي، وهحط بلاش كده. لا بيجمنت قوي قوي، ايه ده؟ نيجي بعد كده للهايلايت، هستخدم الهايلايت ده من عند شي جلام، درجته اسمها 02 توريوس تقريبا، هحط لكم اسمها تحت في الديسكريبشن بوكس. شكلنا هنرجع نحط بلاشر تاني عشان نداري على الهايلايت، الصراحه فظيعه. وهاخد بفرشه صغيره منه واحط في مدمع العين كده وفي اول العين. يا خرابي عليها في الاخضر، زرعه ماشيه على الارض. هروح اركب رموش وارجع لكم تاني. اوكي حلوين، وده خلاص بعد ما ركبت رموش وركبت كمان العدسات. العدسات دي من عند لابيلا اسمها بلاتينيوم، هي شويه كده داخل اخضر على رمادي والاطار بتاعها من بره متحدد. نيجي بعد كده لمدمع العين بقى، عايزين الجزء ده ما يبانش كده فاضي عشان ما يبانش فرق بينه وبين الرموش، فهاخد الايلاينر ده من عند اوفيس و هرسم بيه بس بداية العين. كنت عايزة الصراحة احط اخضر بس رجعت قلت كفاية كده، لان انا حاسة كده ان انا ايه زرعة ماشية على الارض، يعني كفاية اخضر بقى كفاية.
وبعد كده هحط الماسكرا دي من عند ايسنس اللي اسمها سوبر كيرل فوليوم ماسكرا. اوكي هحط الاول في الرموش السفليه لان احنا خلاص نضفنا تحت العين وحطينا الاي شادو وكل حاجه كده. نيجي بعد كده للروج، هستخدم الباليت دي من عند كيلي لان انا عايزه لون موف غامق جدا. بتقولوليش ليه؟ بس حاسه الميك اب لوك ما ينفعش يبقى معاه اي حاجه تانية غير الالوان اللي فيه اللي هي الموف والاخضر، فاكيد مش هحط اخضر فهحط موف. خلينا كده نجرب الدرجه دي ولا الدرجه دي. دي موف بارد ودي موف على بينك. طب خليني كده اتشاور مع نفسي. استقريت في الاخر على اللونين دول، استخدمت اللونين دول يمكن كترت اكتر من لون الاغمق، وده الفاينل لوك اللي طلع معايا. يا رب بنات يكون الميك اب لوك عجبكم. انا عارفه ان هو ميك اب لوك غريب عجيب، الوان غريبه عجيبه، واكشلي مش دي الالوان اللي كانت في دماغي خالص ان انا اعملها للميك اب لوك ده، بس هو الايحاء نزل والوحي نزل وخلاص، يعني اللي هو لا عايزه اعمل ميك اب غريب عجيب بالشكل ده. فانا عارفه ان ده مش ميك اب للخروج، مش ميك اب حد يحطه، الرموش تقيله، كل حاجه فيه اوفر، بس احنا كنا بنلعب بالالوان. واللي مش عاجبه الميك اب لوك ركزوا اكتر على ريفيو، ان احنا النهارده كنا بالريفيو الفاونديشن ده بتاع Maybelline Fit Me اللي هو اقدر اقول لكم انه احسن فاونديشن للاستخدام اليومي بس لغايه البشره المختلطه، بشره دهنيه مش هينفعك خالص في الصيف هيبهدلك. بالنسبه للبرايمر بتاع ميك اب فوريفر فهو ممتاز لميك اب ارتست، استخدام شخصي، كل حاجه، لانه بجد بيسيطر على دهون البشره بطريقه مش طبيعيه وبيظبط المسام بطريقه مش طبيعيه. وبس كده يا حلوين، ما تنسوش قبل ما تمشوا ان انتوا تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناه والقناه الثانيه بتاعت الفلوجز، وكمان تعملوا لي فولو على انستغرام، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.